في 2007 تاخذي قرار في واحد التحول يعني في المسار المهني ديالك سمير، اللي هو مغادرة العمل في القطاع البنكي وولوج عالم الصحافة بشكل احترافي دائم. فكنت مدير في بنك وقررت تاخذي واحد القرار انك تغادر هذا المنصب، انت في اوج يعني العطاء ديالك والكفاءه ديالك في هذا المجال، واختاريتي انك تدخل التجربه ديال جريده المساء. تحكي لنا كيفاش اخترتي هذا القرار؟ انا ذاك كان اصعب قرار، لانه كنتذكر في غشت 2006 كان اتصل بي توفيق بوعشرين وقال لي رحنا بصدد انشاء جريده يوميه سنسميوها المساء وبغيناك تلتحق بينا. قلت له شكون نتوما؟ وشرح لي قدم لي سي محمد العسلي ورشيد نيني اللي ما كنتش كنعرفهم صراحه، انا عرفتهم عن طريق توفيق بو 20. توفيق كنت كتعرفي ان كنتي كتعرفو من قبل؟ كنعرفو من قبل، فبالتالي توفيق بو 20 كنعرفو من قبل، لانه التجربه اللي قبل من المساء كنت انا مساهم في الايام اسبوعيه الايام، وكان معنا توفيق بو 20 عرفتو تما. قلت له شنو نطلب مني؟ هو قال لي حرفيا توفيق بو 20 قال لي شوف انا ورشيد نيني نحن صحفيين مهنيين، ولكن ما عندناش درايه بالتسيير والتدبير المقاولاتي، وانت عندك تجربه بنكيه في القطاع المالي غنحتاجوك انك تكون المدير العام اللي غيتكلف هذه الشؤون كامله الاداريه والتجاريه. بالعباره اللي قال لي غتهنينا من هذا الجانب. فقلت له هذا الشيء يعني تطلب واحد تفرغ، ولا كان بهذه الصيغه اللي كتقول يعني خصني نغادر المنصب ديالي في البنك. قال لي تمام. وهذيك الساعه كنت انت مدير؟ كنت كنت مدير في قسم المراقبه والتدقيق بالمديريه العامه للاستغلال اللي مكلفه بالوكالات. وقلت له هذا الشيء خصو تفكير، لانه ماشي التجربه ديال ازيد من 15 سنه في مؤسسه بنكيه وضع مادي واعتباري مريح، والمؤسسه البنكيه كانت يعني كتوفر لك بزاف الامور، حتى انها كانت وفرت لي واحد التكوين ديبلوم اخر دراسه اللي مولاتها لي، اللي هو دراسه في المرصد الوطني للفنون والمهن بباريس في قطاع الماليه والابناك، ديبلوم دراسه عليا، وكتتمكنك بزاف الامور. فكان خصو تفكير وقرار ماشي ديالي بوحدي، كنت رب اسره وعندي العائله وهذا كان خصني نشاركهم معهم. فلما حاولت ندوز لهم الفكره يعني كان وهذا يعني تفهموا كانت معارضه في الاسره، هذا شيء عادي، لان غتمشي تنتقل من واحد القطاع اللي فيه الاستقرار وفي واحد الوضع اعتباري غتمشي القطاع اللي كنعرف انا قطاع الصحافه هو مغامره. وكنذكر حتى الوالد الله يرحمه انا ذاك ما كانش موافق وكان متردد جدا. فلقينا واحد الحل وسط، انا غنشتغل مع الاخوان في مرحله ديال التاسيس وغنطلقوا التجربه وغنتظر الثلاث اشهر الاولى، الا كانت التجربه فيها النجاح وفيها هذه غادي نلتحق بهم صفه نهائيه. وهذا الشيء اللي كان، فحضرنا التجربة جميعا وكنت دخلت معهم أنا كمساهم وطلقنا جريدة. كان هذا الشرط ديالك؟ وطبيعة الحال لما تغادر المؤسسة البنكية بامتيازات المادية ديالها وكل شيء، على الأقل خاص يكون شوية ديال التكافؤ في هذا المجال هذا. فلما طلقنا جريدة المساء يعني من الأعداد الأولى كانت بوادر النجاح يعني معروفة وبادية، وكانت حتى مفاجئة، لأن بصراحة احنا كانت فاجأتنا احنا اللي كنا وراء المشروع. فانطلقت تجربة جميلة جدا وكان فيها التكامل، التكامل ما بيننا احنا كتولاتي، كل واحد عنده القطاع ديالو قابطو. توفيق بو 20 كان مكلف بصناعة الجريدة، رشيد نيني كان عنده ذاك العمود الناجح جدا، وأنا كنت مكلف بالأمور الإدارية من مجاميعها كلها والتجارية بالإضافة للصفحة الاقتصادية، كنت كنكتب الصفحة الاقتصادية. وبالتالي هذا التكامل كان جميل جدا واللي أعطى هذا النجاح.
فبعد 3 أشهر فعلا غادرت المؤسسة البنكية، قدمت استقالتي وغادرتها، وهذه كانت هي فيها مفاجأة كبيرة داخل المؤسسة البنكية، حتى بعض المديرين المركزيين اللي أنا أصدقاء ديالي كانوا كيعتقدوا أنني غنغادر باش نمشي لمؤسسة بنكية منافسة، فاقترحوا لي أنني نبقى وربما بتحسين بعض الأمور وهذا، فقلت لهم لا أنا غنمشي لقطاع آخر لا علاقة له بهذا المجال. ولما تعرفت من بعد وخرج الاسم ديال جريدة المساء كانت يعني مفاجأة أكبر في, في, في المؤسسة البنكية اللي اشتغلت فيها واللي ما زلت نحتفظ بها لحد الآن رغم المغادرة ديالها حوالي 20 سنة، بواحد العلاقات متينة وعلاقات ديال الصداقة جميلة جدا. فكانت هذه بداية تجربة في جريدة المساء، اللي جريدة المساء كانت يعني عنوان بارز لنجاح في الصحافة المغربية. نعم، في جريدة المساء كانت هناك عشت عديد من القصص يعني، ولكن من أبرز القصص اللي كانت هي كان الحكم اللي كان صدر ضد الجريدة ب 600 مليون، وكانت في واحد التفاعلات من عدد من الفاعلين الاقتصاديين ومن عدد من المواطنين. يعني كيفاش عشتي هذه التجربة هذه في هذه المرحلة؟ ففعلا هي جريدة المساء كانت كلها قصص. نعم، تقريبا كل يوم كيكونوا القصص، لان جريده جات خلقت واحد الرجه كبيره في المشهد الاعلامي المغربي، جات بواحد الجراه ما كانتش منتظره، جات بجديد. والجميل انه لقات واحد رغبه واحد طلب للاطلاع على منتوج جديد بمواصفات جديدة، فكان واحد تجاوب كبير من طرف القراء، وممكن نقول لك أنه خلق قلب بعض التوازنات. أنا مثلا لما احنا خلقناها كان سوق الإشهار، سوق الإشهار موجه بشكل كبير للصحافة الفرنكوفونية والفتات والقليل اللي كيمشي للصحافة المكتوبة باللغة العربية. فجريدة المساء قلبات هذه الموازنة، وأنا لما كنت في الإدارة العامة وأشرف على القسم التجاري فكان عندنا يعني مبرر قوي لما كنا كنحطوه للمعلنين والوكالات الإشهار، أننا كنا كنبيعوا أزيد من 100,000 وأحيانا 120,000-130,000 في النهار، وهذا رقم كان كيتجاوز مجموع ما تبيعه الصحافة كلها. فكنت كتقلب الموازين، وكنت كنشوف حتى في عيون المسؤولين على الوكالات الإشهار والمعلنين مفاجأة قوية، ولكن الأرقام كانت رسمية بشهادة شركة التوزيع. فقلبنا هذه المعادلة هذه، بالإضافة إلى أن في التحرير كانت يعني واحد جرأة قوية، وكان منتظر هذه الجرأة غادي يكون عندها انعكاسات وتكون عندها نتائج وتكون عندها مضايقات، وهذه ضريبة النجاح ضروري خصك تأديها. فمضايقات قد تأخذ يعني الشكل اللي هو تصاعدي، حتى وصلت لواحد المتابعة قضائية اللي كان الحكم ديالها ديك الساعات خلق زلزال في, في, في الميدان الإعلامي في المغرب، وهو الحكم بظاهرة قدروها بتعويضات قدروها 6 مليون درهم، 600 مليون، وهو هذا رقم غير مسبوق. هذا في أي مؤسسة يمكن يعني غادي تدير الإفلاس. فكان بوقع الصدمة كبير علينا بطبيعة الحال، وكان شكل لنا. وأنا كنت أتذكر هذاك النهار بالضبط، كنت في شارع الزرقطوني، يلا نزلت من السيارة، كان عندي موعد مع أحد المعلنين، يلا نزلت من السيارة جاني اتصال في التليفون. نذكروا كان هذا الحكم بسبب يعني شكاية ديال وكلاء الملك، الملك في القصر الكبير بسبب صورة كانت نشرت بخصوص أحد أعمدة راشيد نيني. وعلى العموم فجاتني الخبر، المحامي قال لي شنو كاين، مازال ما استوعبتش أنا يا الصدمة. جاني هاتف آخر، وهاد الهاتف الآخر أنا الآن ويمكن ما عمري ما غيمكن لي ننساه، اتصل بي الحاج ميلود الشعبي الله يرحمه، اللي كان هو الرئيس المدير العام ديال مجموعات هنا القابضة، وقال لي راني عرفت وطالعت على الحكم باش كيبين لك انه بعدا كان متابع، وراه هذا الحكم راه بالنسبه لي راه صدمه، ولكن انا رايتك باش نقول لك انا راني متضامن معكم، وانا على استعداد انني نادي ربع هذا المبلغ اللي هو 150 مليون. قلت له كيفاش غادي تاديه؟ قال لي هذه هبه من عندي، يمكن لك تدوز تم دابا تاخذ الشيك، بهذه العباره.
فقلت لي الحاج انا اولا تنشكرك على حسن النوايا ديالك، ولكن انا راه مازال تحت اثار الصدمه، مستوعبش هذا الشيء، ضروري ندخل المكتب الان ونديروا اجتماع مع توفيق ورشيد والعسلي كذلك، باش نكونوا كاملين المكونات ونشوفوا نتاخذوا القرارات اللي غناخذوها جماعه ورا نعاود نتصل به. فلما اجتمعنا يعني كل شيء حبذ هذه الفكره ديالو، ولكن قرار جماعي ديالنا كاملين اننا ما يمكنشنا ناخذها معاه، لان غتكون فيها تاويلات. هو فاعل اقتصادي وكانت عنده مواقف جريئه، فما بغيناش حنا تعطى لجريده المساء اي صفه انها مع هذه الجهه، ولا حنا القوه ديالنا كانت في استقلاليتنا. فاعتذرت له بلا باقه، وفعلا ما عمري ما قدرت ننسى هاد لو جيست اللي دار، هاد الحركه النبيله اللي قام بها في الوقت اللي كانوا بعض شركاء ديالنا بداو تيتخباو، وحتى منهم بعض المعلنين بداو تيهربوا، لانه بالنسبه لهم كانت اشاره غير ايجابيه. ولكن الحمد لله قدرنا نتجاوزوا هاد العقبه. كانت زياده في السعر ديال الجريده، وكان فيها تجاوب كبير، زدنا واحد في سعر الجريده، حنا الاولين في الصحافه اللي قمنا بهذيك. كانت 3 دراهم وزادت 50 فرنك، كانت 2.5 وطلعت 3 دراهم وزدنا يعني ب 50 سنتيم. كان تجاوب كبير القراء وتفهم ديالهم، وادينا هذيك، رغم اننا كنا قمنا بواحد العدد من محاولات ايجاد تسويه مع الاستاذ محمد زيان اللي كان هو المحامي ديال الفريق الخصم، على اساس ان نخلصوا النصف ولا نخلصوا الثلثين، ولكن كان واضح ان الاصرار كان تم الحجز على احد الحسابات. الحجز تم مباشره بعد النطق في الحكم في سابقه، هذيك بعدا كانت هي صدمه اخرى. نعم. لان بمجرد ما تم النطق في الحكم اتصلوا بنا المؤسسه البنك قال لك راه توصلنا بالحجز مباشر. فالحمد لله هادشي لقينا له الحال وتجاوزناه، وهذا وكانت مؤسسه قويه بقول رائعه بالفعل، لانه نعطيتك غير رقم واحد وشفتي مقارنه مع هادشي اللي كاين في وصلات الصحافه اليوم غادي تعجب. كنا كندخلوا المداخل ديال المساء شهريه 600 مليون سنتيم شهريه، مبيعات ماشي المداخل الاجماليه، مبيعات الجريده 600 مليون في الشهر، في الشهر. وكنا كنأديو للمطبعه واحد 500 مليون 520 مليون شهريا، كدوك شهريا. والاعلانات كنا كنتجاوزوا 200 مليون في الشهر، يعني كانت عندنا المداخل ديال واحد 750 مليون في الشهر مقابل المصاريف المطبعه اللي كانت فيها واحد 550 مليون. المطبعه كنا حنا اول زبون ديالو، كان كيقول لنا ديك الساعات لا بقيتو غير نتوما بوحدكم في الساحه غادي نكون انا خدام ورابح. وحتى شركه التوزيع، وشركه التوزيع كان من اسعد الناس انا ذاك هو السي محمد براد الله يذكره بخير في النهار هذا. ولا باس نذكر واحد القضيه على ذكر السي براد لان مهمه هذه النقطه هذه. العدد اللي كان توفى فيه دريس البصري يعني اتذكر هذاك العدد، كان اتصل بنا محمد براده وقال لنا غادي نطبعوا فيه 200,000. هذه تغطيه الجنازه؟ لا، هذه تغطيه حدث وفاة هذاك العدد. اه، فقلنا له 200,000 صحيح، كنبيعوا 130,000 صحيح، ولكن ماشي نطبعوا 200. كنا كنبيعوا 130,000 كنطبعوا 160,000، ما يمكنش عاوتاني نخسروا. فكان جريء جدا، قال لنا شوفوا غنطبعوا 200,000 و الى ما بعتوش 170,000 انا غنخلصكم في 170,000. واش متفقين؟ قلنا له لا، كان بحال ما كنا متفقين. فهذاك العدد بعنا فيه 187,000، كان روكو رقم قياسي في المبيعات، وسمح بالرضا كانت عنده رؤية ثاقبة في هذه النقطة هذه.